بيقول لك ايه البينيفيتس بتاعه الراندمايزيشن كل ده ما عدا. قال لك هل ان الراندمايزيشن انشور ان كل البارتيسيبانت ليهم نفس الفرصه ان هم ياخدوا الانترفينشن او الكنترول، ولا الراندمايزيشن بيدي one of the most cost efficient type of trial design، ولا الراندمايزيشن minimize bias created by unbalanced treatment allocation، ولا الراندمايزيشن help to ensure validity of statistical test. الراندمايزيشن بيأكد لك ان كله ليه equal chance وان هو cost efficient، يعني بيوفر لك وبيقلل البايز. ماشي، ايه علاقة بقى الراندمايزيشن هنا بالستاتيستيكال تيست؟ يبقى الإجابة الصحيحة رقم دي.